الرسالة التالية من الجمهورية العربية السورية، وباعثتها إحدى المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف واو حا ميم، تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة عندما تغتسل وتغسل رأسها، هل يكفي مرة واحدة أم لا بد من التكرار؟ جزاكم الله خيرا. الغسل من الجنابة يكفي مرة واحدة تعم الجسم، فإذا عممت جسمها صبت على رأسها وعممت على جسمها الماء مرة واحدة بحيث لم يبقى منه شيء، لم يصل إليه الماء، حصل المطلوب وتمت الطهارة وارتفع الحدث. ولكن إذا زاد على المرة الواحدة إلى ثلاث فهذا أفضل. نعم.